حضراتكم الأستاذ عبد الحليم قندير، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة. برحب بحضرتك أستاذ عبد الرحيم عبد الحليم. أستاذ عبد الحليم قندير، برحب بحضرتك معانا. أستاذ عبد الحليم، حضرتك سامعني؟ سامع حضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم معانا، وبنكون يعني نقدر نقول إن احنا منتظرين من حضرتك تعليقات قوية، وبيكون المشاهدين أيضا يعني الحقيقة بيبقوا متابعين حوارات حضرتك معانا بكل شوق. تحليل حضرتك والأمور اللي حاصلة دلوقتي أستاذ عبد الحليم، وزي ما أنا لسه بقول يعني الشعب واللي بيحصل ده كأنه في جانب في بلد تانية، والمسار اللي ماشية بيه الحكومة والحزب الحاكم والرئيس بنفسه في اتجاه آخر. تحليل حضرتك لهذا المشهد الذي نراه الآن إيه يا ترى؟ يعني هذا الانفصال بيعكس انفصام يعني حقيقي في وضع البلد، البلد في مطب هوائي نرجو الله ألا يستمر طويلا. آمين. البلد قامت فيها ثورة عظمى قبل سنتين، المفارقة إنه بعد الثورة العظمى وجدت البلد نفسها أمام يعني طبعتين من حكم الثورة المضادة، طبعة أولى في صورة مجلس طنطاوي وعنان، وطبعة ثانية في صورة يعني حكم الاخوان. هذه المفارقه تعني اننا يعني ليس صحيح اننا بصدد عامين على الثوره، نحن بصدد عامين من الثوره. يعني ما يحدث الان يعني تحديدا انه يعني في موجه اولى خلعت مبارك، في موجه ثانيه في طلعت النظام 19 العسكري. نوفمبر 2011 يعني انتهت بتقليص سلطه المجلس العسكري، وفي موجه ثالثه الان ضد حكم الاخوان. قد يقال ان حكم الاخوان مختلف لاننا بصدد رئيس يعني منتخب ولو بنسبه قليله. يعني هذا صحيح شكلا، لكن الصحيح موضوعا ايضا انه حتى هذا الجانب الاجرائي البسيط الذي ينطوي على جانب من الصحه، الرئيس السيد مرسي سرعان ما فسخ العقد الضمني بينه وبين الناخبين منذ اعلانه الدكتاتوري في 22 نوفمبر 2012. الخروج على العقد الضمني الذي انتخبوا بموجبه الناس كرئيس الجمهوريه وكراس السلطه التنفيذيه تحول مع هذا الاعلان الدكتاتوري الى حاكم بامر الله او دكتاتور يعني بالمعنى الحرف. منذ هذه اللحظه اصبحنا بصدد سلطات تفتقد حتى الشرعيه الاجرائيه. رئيس فقد شرعيته وفسخ العقد الضمني مع الناخبين. اثنين، رئيس اعطى ما لا يملك لمن لا يستحق على طريق وعد بلفور، واعطى وانشا وافتعل مجلسا تشريعيا من مجلس شورى هو في حكم المنحل، من مجلس شورى يعني قاعدته الانتخابيه لم تكن تتجاوز 7% من الناخبين. وعين اخرين، وبالجمله احنا اذا حكم يعني مفتقد للشرعيه حتى بالمعنى الانجرامي. فالمعنى الموضوعي هو مفتقد للشرعيه في علاقته بالثوره، هو يعني نوع جالي من الثوره المضاده لانه بيكرر نفس اختيارات السياسه والاقتصاد التي كانت في السنوات الاخيره لحكم مبارك. وايه ذلك باختصار انه خلال 7 شهور لا غير أضاف للدين الخارجي للبلد 12 مليار دولار، أضافها إلى 30 مليار دولار تركها مبارك في 30 سنة. فالبلد في محنة حقيقية، وفي نفس الوقت الثورة لا تزال في خانة المقاومة وفي الشارع، وتنضم إليها أجيال جديدة وطبقات جديدة في وضع يبدو مضطربا، لكن أعتقد أنه ينطوي موضوعيا على أنه لا فرصة طويلة الأمد لبقاء حكم الإخوان، لأنه استنساخ للمأساة نفسها بما يتدهور بالأحوال أكثر في البلد. طيب اللي احنا شايفينه استاذ عبد الحليم حاليا انه ناس كتير ومحللين واراء كثيره بالنسبه للي دارسين الاوضاع الاسلام السياسي عموما
انه بيقال انه هذه الموجة الثالثة لن تكون سهلة، وانه هناك اراقة الكثير من الدماء حتى يتم النجاح فيها. يعني زي ما حضرتك اسميت ان احنا عندنا موجة اولى طرحت بنظام مبارك، موجة تانية الموجة الثانية قلصت المجلس الموجة العسكري، الموجة الثالثة الحالية بيقال انها تاخد وقت شوية وكثير من الدماء. هل حضرتك مع هذه الاراء؟ نعم انا رايي ببساطه شديده جدا، وله ذلك وهو ليس وليد اللحظه. نعم يعني رايي انه في منذ يعني عام 2008 حين اصدرت كتابي المعنون باسم الايام الاخيره، يعني قلت ببساطه انه عند خلع مبارك سندخل في مشهد تختلط فيه ثلاث صور. عناوينها يعني من هذا الكتاب: اذا حكم الجيش، اذا حكم الاخوان، بلد يحترق. يعني في صوره مختلطه من الثلاث مشاهد. الشيء الاخر الذي يجب ابرازه ان حكم الاخوان حتى هذه اللحظه هو حكم افتراضي، يعني بمعنى انه يعني حكم تخيلي اكثر منه حكما واقعيا. وهذا ما يفسر يعني لجوء السيد مرسي الى ان يخاطب شعبه عبر تويتات، وانه يتاخر جدا يعني في الازمه الراهنه كما مبارك، يعني بطيء جدا ثم بيغلط جدا، والنتيجه انه يصدر قرارات بتتحول سريعا في ساعه صدورها الى يعني حبر على ورق يبل ويشرب ميته. يعني على سبيل المثال خطابه بالامس تضمن شيئين: الشيء الاول هو فرض حاله الطوارئ في ثلاث مدن، بورسعيد، الاسماعيليه، السويس، وشيء اخر هو الدعوه المكرره الممجوجه لحوار خال من المضمون. ما هو مصير الدعوتين الان؟ مصيرهم ببساطه ان حظر التجوال الذي فرض على مدن القناه تحول الى تكثيف تجوال، والذي حظر حقا في مدن القناه هو حظر النوم بالليل وليس العكس. كان مشهور جدا عن المصريين بينزلوا يتفرجوا على حظر التجوال. يعني هو يعني مثل هذه القرارات وقرار اخر خاص بالشوار، نحن نعرف موقف جبهه الانقاذ الوطني وهو موقف صحيح تماما، اذ انه يعني يهرب الى الامام دائما بالدعوه الى حوار شكلي بلا مضامين، واذا كما يقولون يعني في التراث الاسلامي لا يلدغ المؤمن من بحر مرتين، في ناس لدغت من هذا البحر ألف مره واصبح مستقرا في الحياه السياسيه المصريه بسرعه، انه الكذب السياسي عند الاخوان تحول من عاده الى عباده. فكره ان حكم الاخوان اصعب في خلعه من حكم مبارك، دعينا نتامل هذه النقطه. اولا الثورات لا تشترى من السوبر ماركت. الثورات لا تقوم لمجرد اننا نريدها ان تقوم في ظرف موضوعي في الاساس. الاراده الذاتيه بتعمل على اساس الظرف الموضوعي. الظرف الموضوعي ان هناك ازمه كاملة الأوصاف في مصر، هي ذات الأزمة التي وجدت عند لحظة خلع مبارك، مضافا إليها تعقيدات أخرى تتعلق بافتقاد الاستقلال الوطني للبلد، تتعلق بانقسام المجتمع إلى أغنى طبقة وأفقر شعب، تتعلق بمواصلة نفس الاختيارات بما يلهي السطح الاجتماعي. هذا بلد الآن على صفيح ساخن، والاستقلال الاجتماعي يشكل قاعدة جبل النار الذي تتداعى حممه الآن في مصر. السبب الموضوعي أن حكم الإخوان يتبنى ذات السياسة المعلقة التي كان يتبناها حكم مبارك في سنواته الأخيرة، لكن مبارك كان قد فقد قاعدة اجتماعية معتمدا بصورة كلية على جهاز الأمن. يبدو الإخوان على العكس يتمتعون بقاعدة اجتماعية تكونت خلال 40 سنة الأخيرة اللي خرجت فيها البلد من سباق التاريخ. هذا هو الفرق الموضوع. هل هذا يأخذ وقتا؟ نعم يأخذ وقتا. هل يطول هذا الوقت إلى سنوات؟ لا، لن يطول إلى سنوات. أستطيع أن أقول ما قلت من قبل: ل 25 يناير 2013 ليس يوم ثورة، بصدد عام ثورة. يعني بصدد أوضاع من تفاعلات جارية بتجري بسرعة، يجري تجريف القاعدة الاجتماعية للإخوان. تجريف القاعدة الاجتماعية يعني إيه؟ لكي لا نقطع الظن، تنظيم الإخوان يزداد قوة ومالا وعتادا، لكن التعاطف الشعبي معه هو الذي يجري تجريفه الآن بسرعة شديدة جدا. ويمكن أن نضرب على ذلك عشرات الأمثلة. من جملة
اذا كان مبارك سقط بالضربه القاضيه فانا اعتقد ان حكم الاخوان سيسقط بالنقاط، وعند لحظه معينه يعني هيتحول يعني الى تمثال قامد يسقط من الانهاك. يعني اللي بيحدث الان انهاك متصل لهذا النوع من الحكم غير الملائم لبلد بعد ثوره. نعم، يعني انا بكون بقى في يعني الحقيقه يعني منبهره بتعليقات حضرتك استاذ عبد الحليم، وايضا الله يسلمك. بالتعبيرات القويه التي تطرحها حضرتك انه تجريف القاعده الاجتماعيه عام 2013 هو عام ثوره، ايضا في اطمئنان حضرتك يعني يمكن بتطرحه للشعب المصري الان انه الموضوع مش هيطول سنوات زي ما كان الناس بتقول، لكن في النهايه نعم في النهايه ما انه كان يمكن ان اتفضل. ما كان يحدث في سنوات، انا اسف للمقاطعه، لا ما لا كان يحدث في سنوات قبل ذلك في مصر يحدث في شهور ويحدث في اقل لسبب بسيط جدا، هو الانجاز الفعلي للثوره المغدوره الى الان. اولا الطلب على السياسه اصبح رائجا جدا في مصر، في نعم نوع من الافاقه للمصريين من غيبوبه طويله جدا، والذي يفيق كما يحدث للمريض يعني يستعيد الشعور بالألم، هذا شعب يستعيد الشعور بالألم الآن. وكل المظاهر يمكن قراءتها من أكثر من زاوية. من زاويتي أنا أقرأ ما يحدث في مصر مما يسمى فوضى بين قوسين ثقيلين، قطع طرق، تظاهر، إضراب، اعتصام إلى آخره، على أساس أن هذه يعني تقلصات جسد يستعيد الشعور بالألم. وظني أنه استعادة الشعب المصري للشعور بالألم يدفع الى راسه بوعي جديد بصوره طفريه يمكن ان انا اتامله انه خلال 20 شهرا فقط بين استفتاء 19 مارس 2011 وبين الاستفتاء الاخير سنجد انا مش مهتم بنتائج الاستفتاء، لانه لم اصل بعد الى مشهد ختام ولم تصل النجوم الى مدرتها بعد، لكن انا اتامل ما يجري من زاويه تغير المزاج العام بالمصريين. فكره مثلا زي اللعب على بالبضاعة الدينية، التلاعب بها والزعم بمفاتيح، بأن في ناس يحملون مفاتيح الجنة والنار، كانت مؤثرة جدا في استفتاء 19 مارس 2011، فرجع تأثيرها بشدة في بعد 20 شهرا فقط. 20 شهرا في حياة الشعب ليست شيئا، فما كان قبل ذلك في سنوات يعني يحدث الآن بسرعة أكبر، لأن احنا كنا شعبا مشهورا بحبال صبر طويلة جدا بالظبط 30 عام وحركة بليدة جدا. احنا صارت شعب ينفد صبره نعم ويزداد وعيه، ده جميل، ينفذ صبره ويزداد وعيه في ظل الاحداث اللي حاصله وظهور البلاك بلاك. وانا لسه قاريه حاجه الحقيقه مضحكه جدا، انه بيقال انه عملوا حاجه اسمها الوايت بلاك باين للاسلاميين عشان تتصدى اللي بيحصل من البلاك بلاك. حضرتك شايف البلاك بلاك دي ظاهره ايه؟ يعني هل ظاهره كرد فعل ولا اتفضل. فيها جانب دولي في هذه الظاهره، معروف انها نشات من جماعات الى اليسار في مظاهرات العالم الغربي، سواء يعني ولها سياقها يعني ممكن عن توصف يعني تعرف التفكير الفوضوي عموما، هو مدرسه من مدارس التفكير الاشتراكي كانت ملازمه للماركسيه والغيره والفابيه والى اخر هذه المدارس يعني تتمتاز عموما بالكراهيه لمؤسسات الدوله يعني. لكن في الحاله المصريه الوضع مختلف، يبدو لي ان العنوان فقط هو المشترك مأخوذ من ال ال يعني مأخوذ من الحالة لكن الدولية لكنهم مصريين. العنوان فقط، العنوان نعم. العنوان يعني ليس جزءا من حركة دولية، ليس جزءا من حركة دولية، العنوان فقط بالإحاءات نعم. لكن أنا ماذا حدث؟ إحنا دائما نتحدث عن السلمية باعتبارها معيار التفوق الأخلاقي للثورة المصرية، بنتكلم عن رفض كل أشكال العنف. وهذه مواقف أخلاقية تبدو صحيحة، لكن بالمناسبة احنا ممكن نتحول بهذه الطريقة وبهذه الإلحاح إلى من يرددون الوصايا العشر. هذا الكلام غير الذي يحدث في الواقع، الذي يحدث في الواقع أن جيلا جديدا ولد وعي في ميادين الثورة المصرية، وحمل أشقاءه وإخواته وأحبابه وأصحابه على كتفه وهو بيموت وهو بينزف دم وهو بتتخلع عينيه وهو
اصاص من الشهداء، وتحول الامر الى اداره الثوره في حد ذاتها. فهذا التواطؤ الكلي الذي بدا لهذا الجيل الجديد من الشباب دفع الى سلوكه بفكره جديده، ان احدا لا ينصفنا غير ايدينا. ولذلك نجد هؤلاء اولا كلهم في اعمار حول العشرين، كلهم فقدوا احبتهم، كلهم ايضا لديهم احساس بالفجيعه، ويمكن عبروا عن ذلك بالطريقه المصريه المحببه انه خالتي في الميه مات. يعني ما تقولناش في الميه واحنا بنضرب وبنموت وبعدين ما حدش بياخد حق لاي حد. هم يتحركون الان كما تدل الظواهر بسواعدهم، يعني لا يحملون سلاحا في الغالب، ويبدون كحماه للمتظاهرين السلميين. فهذه الحاله لابد من فهمها في سياق تطور الثوره المصريه، وليس في سياق فكره انها حركه دوليه او حركه مسلحه. ليست حركه مسلحه او انها حركه مسيحيه يا استاذ عبد الحليم، لما او يعني بعض القنوات الاسلاميه اللي قالوا ان هم ضمن الابتذال العام انها حركه يعني مسيحيه او غير مسيحيه او حركه تمويلها الكنيسه او شيء من هذا القبيل. لكن انا اللي عاوز اقوله في العنف، احنا في النهايه العدل اساس الملك. اذا عم الظلم فبيدفع النفوس، خاصه مع تفاوت الاجيال في مستوى الحساسيه وزياده الحساسيه الى اعلى ذراها عند جيل الشباب، اللي ما يعني فيه مئات الناس اللي ماتوا ومحدش يعرف قاتلها، ولم واللي قدموا للمحاكمه طلعوا كلهم براءه، مهرجان براءه للجميع. وفي نفس الوقت اغلب الشهداء لم يتهم احدا من الاصل، لم يتهم احد من الاصل بقتلهم، وصولا الى قتلى وشهداء الموجه الاخيره الجاريه الان. يعني والكلام عن البلطجيه والكلام، يعني هنا في النهايه احنا بصدد ظاهره تخص جيل جديد يندفع الى ميادين الثوره المصريه، وطبقات جديده بتندفع وتتسع قاعده الاجتماعيه لفكره الثوره. الثوره بدات بقطاع من الشباب من الطبقه الوسطى المستوره، لديهم مقدره على ان يطلعوا على ما يجري في العالم وان يقارنوا بينه وبين ما آلت اليه احوال بلادهم. وكانت في مخاصمه وفجوه ما بين الثوره العافيه، جيل الثوره العافيه المبادرين، وما بين المجتمع المنفك المثقل في غالبه باوجاع الفقر والبطاله والعنوسه والمرض بالمعنى الحرفي، مجتمع على المحفه. الفجوه دي انا اعتقد انه بيغزو رويدا رويدا وعي الثوره العافيه المجتمع المنهك، فيخلقوا خلقا جديدا. احنا طبعا ضد، انا ممكن ان مصر ليست بلدا لحرب اهليه، لكن ممكن تحصل اضطرابات زي اللي احنا شايفينها. لكن علينا ان نعي ان فكره التظاهر في ذاتها هي يعني اداه اساسيه لنشر الوعي بقضيه الثوره. هؤلاء تقدموا لحمايه المتظاهرين وليس لاغتيال احد. بالظبط. أنا بشكرك جدا أستاذ عبد الحليم أنديل وجودك معانا، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، ويعني يمكن تعبيرات قوية كثيرة قالها الأستاذ عبد الحليم أنديل مش قادرة أن أنا أرددها وراه، لكن الحقيقة أنه تحليلات قوية جدا. عندنا مكتلة حاليا لإسقاط هذا الحكم اللي بيتوغل في مصر، وبالتالي ففي ظواهر من الممكن أن تظهر، ومن الممكن أيضا أنه نتيجة لأنه تفاوت الأعمار أن ظاهرة البلاك بلاك دي من الشباب. اللي اتكتب الحالي كان يعني عجيب جدا، هو موضوع انه الوايت بلاك، وايت بدل بلاك بقى، ده وايت للتيار الاسلامي متوعد البلاك بلاك. ظهرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة سموا نفسهم الوايت بلاك الإسلامي، ودعوا الناس في المحافظات للانضمام إليهم بإرسال أرقام الهواتف الموجودة يعني على الصفحات دي، والصفحة دي بتتوعد وتهدد البلاك بلوك. يعني عموما دي حركات، لكن اللي في الحاصل حاليا والأخبار العاجلة اللي من اليوم السابع، من اليوم السابع بدأت الأخبار العاجلة بأنه في محاولات لاقتحام مبنى محافظة القاهرة، والأمن كان يطلق قنابل غاز مسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين. بعدها حصل إصابات، والخبر اللي كان بعديه
الكلام ده منذ 8-7 دقائق. سيارات الإسعاف تتوجه لمبنى محافظة القاهرة لنقل المتظاهرين المصابين بحالات اختناق. تطور الأمر إلى أن الخبر اللي جاء بعده انقطاع التيار الكهربائي في قصر النيل وتوقف الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين، وده اللي كان حاصل عند مبنى محافظة القاهرة. قبلها كان في، احنا كنا عرضنا على حضراتكم بعض الفيديوهات، كان في اشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين في عند المترو، يمكن ده اللي احنا عرضناه على حضراتكم منذ قليل. اعتقد زميلنا عرضوا انه في عدد من المتظاهرين بمسيرة السيدة زينب قام باحتجاز احد ضباط الامن المركزي اثناء اشتباكات دارت بينهم على كورنيش النيل، واحتجزوا ضابط امن مركزي، وفي مدرعة احترقت، مدرعة امن مركزي في منطقة جاردن سيتي بعد اشتباكات قوات الأمن مع مسيرة السيدة التي كانت في طريقها لمجلس الشورى، وقامت قوات الأمن بضرب طلقات الخرطوش وقنابل الغاز. وده المشهد اللي زي ما انتم شايفين لما وصلت المسيرة إلى مسيرة السيدة في منطقة جاردن سيتي. كل ده يعني الأحداث، وأنا مع حضراتكم وإحنا مع حضراتكم على الهواء الآن، يعني الآن يوم الاثنين 28 يناير، والساعة دلوقتي بتوقيت القاهرة أعتقد إن هي داخلة على 12 ونص تقريبا، 12 وتلت دلوقتي. العشرات بيحاولوا اقتحام مبنى المحافظة، محاولات دي كانت يعني أخبار تصدرت كثير من الصحف، وقر من وفر بين المتظاهرين. دي كل دي كان الكلام ده بدأ من حوالي ساعة إلا ربع، موضوع اقتحام مبنى محافظة القاهرة بعد الأحداث دي على طول. كمان كان في كلام بيتقال انه اعتداء على الناشط ايضا، او اصابته بخرطوش اخر، او اصابة احمد حرارة، والكلام ده ايضا كان انتشر وبيقال انه كلام صحيح، لكن اعتقد ان حالته غير خطيرة. انا بس عايزة قبل ما اختم الحقيقة مع حضراتكم اعزائي المشاهدين، عشان يعني في حاجة مهمة أنا عايزة أعرضها، اللي هي يمكن كم حاجة يعني بسرعة كده لو حتى قدرنا ناخد منهم بعض اللقطات. العاشرة مساء كان في أقوى رد من مواطن بورسعيدي على مرسي: الطوارئ دي على جماعته مش علينا إحنا. ده من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين بسرعة قبل ما نختم لو ممكن نجهزها لزميلنا. إبراهيم عيسى كان بيرد أيضا على الخطاب وبيقول خلي حد غيرك يتكلم في القانون، لأن احنا شفنا انتهاكات كثيرة للقانون حصلت من إعلان دستوري 22 نوفمبر، ومن محاصرة الاتحادية، ومن محاصرة مبنى مدينة الإنتاج الإعلامي. كل ده ما حصلش في أي مواقف اتخذت قوية من الأمن، لكن نيجي في النهاردة ونتكلم عن إنه في الأمن. أيضا مذيعة بالتلفزيون كانت ردت على الخطاب أيضا خطاب مرسي بشكل قوي جدا. يمكن الحاجات دي كلها لو اللي جاهز معانا، نقيب المحامين ببورسعيد قال قرار حظر التجوال قرار محتل، والكلام ده يعني إنه يعني كله رافض، ده الكلام ده كان من نقيب المحامين ببورسعيد. وإن حتى التعليقات الطريفة بتاعت النشطاء على الفيسبوك، قال لك أول مرة نشوف في مصر يعني في عيب واحد لحظر التجوال، إنه زحمة شوية. نشوف مع بعض إبراهيم عيسى الأول دلوقتي. نفسه ولا يتطور ولا يواجه ولا يشعر هذا الوطن كله أننا في أزمة طاحنة سببها فشل الإخوان وعجزهم. عندنا جماعة فشلة مصرة ومصممة على فشلها، البلد أكبر منها وأكبر من مندوبها في قصر الرئاسة، ومع ذلك هي مصرة ومصممة على أن تستأثر بهذا الوطن وأن تدير هذا الوطن. إلى جانب عجزها وفشلها، هي كمان يا عيني مخادعة كاذبة بما في الكلام اللي اتقال النهاردة في الخطاب، وهو مراوغة مرة أخرى. الحوار 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 الحوار، يتجاهل محمد مرسي أن حوارا قد جرى وقد تم مع كل الشخصيات والرموز اللي هو هيدعي انه هو بيعزمها وبيدعوه، ومش عارف هتروح على اي نحو وعلى اي وجه وباي وجه. يعني عندما يتحدث مرسي ويزعم انه تعالوا يلا نقعد، مش كان قال لكم الساعه 12 ونص؟ مش قال لكم قبل كده تعالوا الساعه 12 ونص؟ انا مستنيكم الساعه 12 ونص في خطاب سابق كله برضه سنفعل ايام الاعلان الدستوري، ثم ما بعده ايام الاتحاديه نفس النغمة اللي اعترفوا الكذابين المجرمين القتلة. بالمناسبة نحن أمام خطاب يكاد يتماثل باللفظ وبالمعنى وبالروح وبتحية الشرطة،
وبالكلام عن المجرمين وبالكلام عن مخططات وبالكلام عن مظاهرات النبيلة والشغب. بورسعيد كلها طالبة دولة الوحيدة، واحنا دي الرئيس بتاعكم. احنا محمد مرسي لا يمثلنا بشيء، لا يمثلنا بشيء، ولا يقدر على حضرة جواز بورسعيد، ولا يقدر ولا يقدر. هو جاب الثلاث محطات اللي خطر هيطاعه. كيف تعاملتم في بورسعيد مع خطاب الرئيس؟ هل ستلتزمون بحالة الطوارئ وحظر التجوال؟ يا أستاذ وين الرئيس بتاعنا احنا مالناش رئيس. بورسعيد ليس لها رئيس، وهي ماسك رمزي على الجماعة بتاعته، على الجماعة قالوا وأسرته. احنا بورسعيد بلد النضال، هو مسك خلاص على ثلاث محطات اللي هو عايز يبقوا خطر، يجيب الحاجة موزة، يجيب موزة، ومحدش بيخرج يقول كلمة. ولما خرج سيادة الرئيس من دقايق قال لنا ايه؟ قال لنا حظر التجول. متشكرين قوي يا ريس، متشكرين قوي على ان ولاد البلد دي بقوا بيترموا في الشارع ويقعوا ويموتوا ما يسووش 3 مليم، يروحوا المستشفيات وهم بينزفوا يتسابوا لحد ما تطلع روحهم قدام ابهاتهم وامهاتهم مش عارفين يعملوا ايه. متشكرين قوي على ان احنا انتخبناك، متشكرين قوي على ان احنا صدقنا واتخدعنا جامد. بس على رأي بعض الزملاء، اخدعنا مرة بس مش هتعرف تخدعنا مرتين. الشعب ده صعب يتخدع، وانت خدعته، واحنا بننتخبك خدعتنا، قلت لنا ان انت رئيس لكل المصريين. فاقم الاوضاع ولم يدع فرصة لتهدئتها، على عكس ما كان يرجو السيد الرئيس. المظاهرات لعدد من شباب القوى المدنية والثورية عقب الخطاب مباشرة خرجت في شارع سعد زغلول تهتف 1-2 البورسعيدية فين، احتجاجا على هذا القرار. انا لسه منتهي منذ قليل من استطلاع رأي لبعض ممثلي القوى السياسية في بورسعيد. نقيب المحامين الأستاذ صفا عبد الحميد في بورسعيد قال لي ان هذا قرار لمحتل وليس لرئيس، لانه رئيس من مهامه حل الأزمات، لكن المحتل. طيب اعزائي المشاهدين، عشان الوقت احنا بس بعتذر لكل اللي كانوا معانا على الخطوط، معلش دايما في الاحداث المتلاحقه ما نقدرش ناخد مشاهدين. عموما اخر حاجه كانت اتقالت عن الحوار، بالنسبه يمكن ده اخر خبر هختم بيه حضراتكم، الرئيس مرسي في الحوار الوطني قال للمجتمعين معلومات بالاسماء تفيد بوجود مخطط لتخريب البلاد والقيام باعمال عنف طبقا لتقارير امنيه وصلت اليه، ولفت الى الغضب العارم في صفوف الشرطه لعدم تسجيل تسليحها خلال الاحداث الماضيه. ايضا عده قضايا مهمه ابرزها تشكيل حكومه، لكن الرئيس مرسي رفض ذلك قائلا الحكومة تؤدي بشكل جيد لكن التحديات صعبة. وأيضا الحوار تناول قضية تعديل الدستور التي جدد الرئيس مرسي تعهده بها في وثيقة تقدم للبرلمان الجديد، فضلا عن ضمانات نزاهة الانتخابات والعدالة الاجتماعية ومناقشة ضبط الأمن وتطور أداء الشرطة. إذن الحوار الوطني لم يثمر بأية أشياء جديدة. أعزائي المشاهدين، نشكركم على متابعتنا، نرجو متابعتنا إن شاء الله في مواعيدنا اللي دايما بنعرضها قدام حضراتكم في خلال اليوم الاثنين والأربع والجمعة. معادنا الأربع القادم إن شاء الله، ومتابعة ماذا يحدث على مصرنا، على أراضي مصرنا الحبيبة. إلى اللقاء.